ان البعض كان معتقد ان انت بما فيهم انت ان انت كان ناقص 6 شهور في عقدك، كان طبيعي جدا ان بعض الانديه تفكر انها تتكلم معاك، وكان الحديث دايما على نادي الزمالك ان هو بيتكلم مع عمرو جمال، وبعض يعني الاحاديث اللي طلعت والاخبار اللي طلعت في الاعلام والمواقع بشكل عام ان الزمالك فتح خط مع عمرو جمال، هل الكلام ده فعلا حدث؟ بص انا ما فيش حد مسؤول ان الزمالك كلمني، عشان تبقى حاجه ما فيش اي مسؤول ان الزمالك كلمني. كل الناس اللي كانت بتحاول تدخل من المواضيع دي كلها ناس بره، يعني بره مجال المسؤولين يعني. وما كانش في كلام كتير في الموضوع لان انا ما كنتش فاتح السكه اصلا، ما كانش في سكه في الموضوع اصلا، طريق الكلام يعني. هو مش هادي، مش حتى بالطريقه، مش يعني، لكن ولا في مسؤول كلمني ولا حد كلمني. كان في ناس عايزه تدخل في الموضوع غير مسؤولين يعني. بس انا يعني ناس كانت بتحاول تتوسط. بالظبط، بس ما حدش عارف يدخل يعني.